الفيديو ديال اليوم ولا اروع. عارفه بزاف منكم كانوا كيستناو هذا الفيديو بكثره لي ميساج اللي كيجيوني بخصوص ديالو. فاطمه فاش خدامه، شنو المجالات اللي خدامه فيهم، شنو المواقع اللي خدامه فيهم، فحال هاد الاسئله كتعاود بزاف. فاليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الموقع اللي انا شخصيا خدامه فيه، وهذه مده طويله وجربته صراحه، كناخذ فلوسي وما عندي معاه حتى شي مشكل. اول حاجه نشربو بعدا، حيت الصراحه الموضوع ديالو ما مفيد ليكم بزاف، موضوع شيق، موضوع كنظن نديو منه بزاف ديال الحاجات اللي تهمكم نتوما، سواء كنتو مبتدئين محترفين، حيت ماشي فقط انجي ونشارك معكم واحد الموقع مي نشرح لكم بزاف ديال النقاط المهمه. اول حاجه، انا عارفه اي واحد فيكم كيتفرج فيا دابا الامر صعيب عليه بزاف، كاين اللي ما عارفش منين يبدا، كاين اللي تلفان، كاين كل واحد وكيفاش. واحد الحاجه اللي خصكم تعرفوها، انه اي بدايه، اي واحد فينا، سواء انا سواء الناس اللي كتشوفوهم وصلوا بزاف في هذا المجال، الناس اللي عندهم ملايير دابا، راه كاملين بدينا من هذه النقطه. ديما البدايه كتكون صعيبه، وهذه خصك تدخلها في راسك، ماشي تشوف البدايه صعيبه وتستسلم وما تكملش في هذا المجال هذا وتقول انه ما فيش ربح وصافي توقف. انما خصك تعرف ان هذا المجال فيه ربح، وهذه الطرق كاين الطرق اللي فيهم ربح ديال بصح، وانما خصك تصبر وخصك الاستمراريه الصراحه باش تقدر تحقق منهم واحد المبالغ. اول حاجه باش الناس ما يمشيوش غالطين، هذا الموقع هذا اللي نشرح لكم اليوم فيه راس المال، يعني ما تظنش انه بزيرو درهم ولا ما يكون عندك حتى شي حاجه تقدر تربح منه، انما ضروري يكون عندك الفلوس في الاول. وانا الصراحه كنظن من اغلب المجالات اللي كيكونوا فيهم الفلوس بزاف، واللي كتقدر انك مثلا شهريا تربح واحد المبالغ اللي كتكون محترمه واللي تقدر تعيش بها، كيكون ضروري انه يكون عندك راس مال. فحال مثلا نعطيكم مثال التداول، فالتداول كيغير صراحه الحياه ديال بزاف ديال الناس، بزاف الناس قدروا يعدلوا به مبالغ كبيره، وانما ضروري كان خصهم راس المال. المهم ندخلوا في صلب الموضوع، وعارفه بزاف الناس كيستناو شنو نقول وشنو الموقع اللي نهضر عليه. صراحه كما قلت لكم انه هذا موقع واحد بزاف المواقع اللي كنخدم فيه. وعلاش بديت بهذا الموقع؟ حيت صراحه كيجيني انه هذا الموقع يقدر يخدم فيه اي واحد، سواء كان مبتدئ ولا محترف، يقدر يخدم فيه. محترف بغى يحط فلوسه راه يحط فلوسه ويقدر يخدم باش يزيد ديك الاموال على الاموال ديال الاخرين. والمبتدئين انهم ما خصوش يعمل شي جهد ولا خصو شي حاجه، ولا فحال مثلا التداول كيجي صعيب للناس المبتدئين في الاول، انما هذا المجال صراحه سهل، ولا هذا الموقع اللي نشرحه اليوم سهل ويقدر اي واحد يبدا فيه. نعاودكم اول حاجه كيفاش كانت البدايه ديالي مع هذا الموقع. اول مره بديت في هذا الموقع كنت حطيت 50 دولار، فبديت فيها باش كنشوف ان الموقع واش نستلم الاموال ديالي ولا لا، واش فيه ارباح ولا لا. فمي شفت ان الموقع بدا كيدخل لي فلوس ونقدر نستلم الاموال ديالي، والحاجه اللي كانت عجباني بزاف انه 10 دولار كنقدر نسحبها منه. فانا كيعجبوني صراحه المواقع اللي ماشي كيقولك حتى توصل واحد المونطو كبير ديال الفلوس عاد تقدر تسحبو، كنت كنقدر نسحب منو 10 دولار. فمشت انا الاستثمار ديالي كان ناجح ومزيان، وما كنت كنعمل يعني حتى شي حاجه، كنت علاش لا ما نزودش الاموال ديالي. فكنت كل مره كنزيد الاموال، وحتى الاموال كنت كنربحهم من تما كنعاود نزلهم. وصراحه دابا كندخل من واحد الارباح اللي شهريه واللي محترمه بزاف. وهذا الموقع كنت ديجا شاركته معكم في القناه، والحمد لله شفت بزاف ديال الردود الايجابيه، وبزاف ديال المتابعين ديالي كانوا شاركوا فيه، وكنت كنتلقى رسائل في الايميل ديالي ولا انستغرام، فاطمه راه حطينا الفلوس والحمد لله، زعما الموقع راه ماشي معنا مزيان. وكان كانوا الناس كيدخلوا كيسولوني واش نخدموا فيه ولا لا، ومي كنخدموا فيه الحمد لله كانوا كيشوفوا النتائج اللي رائعه. نشارك معكم كلشي، تشوفوا كلشي بالتطبيق، نوريكم خطوه بخطوه ان شاء الله باش تفهموا اكثر. اول حاجه من تفتحوا هذا الموقع اجبروا على هذا الشكل، امشيو هنا نتسنيو. هنا كاين واحد الحاجه اللي مهمه، اذا كنتوا تسجلوا بالرابط ديال شي واحد، فحال مثلا خلي لكم الرابط ديال تسجلوا به، فما تستناو حتى شي حاجه، غير تسجلوا ادخلوا تبداو خدامين. اما هنا واحد الحاجه اخرى، اذا تسجلتوا نيشان من غير انكم تدخلوا لهذا الرابط ديالي، تدخلوا مثلا تكتبوا الاسم ديال الموقع وتسجلوا هنا، يمكن خصكم تستناو الموقع حتى يوافق عليكم ويشوف لكم شي حد عاد يمكن لكم تسجلوا. فا يعني باش نسهل عليكم غنخلي لكم الرابط نتاع حيت بغيتو تسجلوا به باش نيشان تدخلوا تبداو خدامين، ما بغيتوش تدخلوا الموقع تكتبوا الاسم ديالو وفين كيبان، تسجلوا عادي، ولكن اسكو تستناو الموقع حتى يدبر لكم شي حد. ما علينا،
شوفوا نتوما اللي يريحكم. المهم امشي انا نمسح الحساب ديالي دائما، هذا عاد عملته دابا مؤخرا حيت عندي انا شي ثلاثة ديال الحسابات هنا. الصراحه ما كنبغيش نعمل كل شيء في حساب واحد، فهنا من دخلنا الموقع ان نختاروا هذه الفلوس لاين بروفيت تيم، غتكون هنا في المربع الازرق. المهم نحيدوا علينا هادو فلوس اللي توصلت بهم، ها هما شتي كيقولوا لي 11.40 دولار. هادو يمكن لك تسحب يعني الفلوس شحال وصلتي. ما علينا، هنايا راه ديجا كتسمي كتدخلوا كتجبروا هنا فيريفي ولا كونفيرمي، كتكونفيرمي الحساب ديالك. ها انا كيما شفتوا البارع عاد سحبت 11 دولار، دابا عندي 10 دولار، وهذا فقط الحساب ديالي الثاني. انا عندي ثلاثة ديال الحسابات كيما قلت لكم، دوجي نوريكم السحب. هذا فقط الحساب ديالي الثاني، ها هي 10 دولار. هنا سرت 18 دولار في 16 شهر، في 16 شهر سرت 25 دولار، في 8 شهر سرت 30 دولار، في 4 شهر سرت 30 دولار. كما كتشوفوها هما هادو اللي سحبتهم كاملين. المهم امشي ان هنايا اشا دي باكي، تشوفوا هنا لي باكي اللي كاينين. كاين الباكي ديال 50 دولار، في 280 جوغ كتاخد واحد المبلغ ديال الفلوس. بلاتي نهودو تحت باش نوريكم، ها هي هنايا 50 دولار شحال كتاخد الفلوس. كتاخد 139 دولار، كتختار بس اذا عملتي 500 دولار. شتو 500 دولار كتاخد 1468 دولار. هنا نجيو الخطوة اللي مهمة، كيفاش نحطو الفلوس وكيفاش نسحبو الفلوس من يكونوا عندنا. انا نسحب معكم دابا 10 دولار، لكن قبل ان نوريكم كيفاش نحطو الفلوس عاد نقولو كيفاش نسحبو الفلوس. نجيو هنا نعملو اجوتي لارجون، ف نجيو هنا بزاف الطرق ديال نحطو الفلوس. كاين اذا تكيتي في هذه اللولانيه فيها كيمكننا نحطوهم بالبيتكوين، بالايثيريوم، باليو اس دي تي، بيرفكت ماني، كارد بونكر، هي كيمكن لكم هي يعني نختارو هنايا، نختار هذه كنعمل جي سوي داكور افيك، وراه يدخلوني هنايا. هنا كنعمر المعلومات ديالي باش بغيت نخلص. دابا نمشيو كيفاش نسحبوا الاموال ديالنا. كتشوفوا فين عندي هنايا الفلوس غنتكي فيها. هنا نختار الطريقه كيفاش نسحب الاموال ديالي. انا كنتكي في هاد الاولانيه هادي. هنا كنجي كنختار الباير، هنا نختار المونطو، نختار 10 دولار. هنايا كنجي كنحط الرقم ديال الباير ديالي، المحفظه ديالي في الباير. هنا كنوافق جو سوي داكور، فهنا كنعمل اونفواي. بعد ذلك نعمل ريفريشي، هتشوفوا ما ريفريشي رجعنا 0.78، وهي في تريتمون هاد 10 دولار. كتوصل صراحة بين 24 ساعة حتى 48 ساعة. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا اي حاجة، واذا فهمتوا شي حاجة راه نخلي لكم واحد فيديو اللي كنت شارحه فيه كلشي، ولا جوج فيديوهات كنت شارحه فيهم كلشي بالديتاي على هاد الموقع كيفاش تخدموا فيه، نخلي لكم في صندوق الوصف باش تزيدوا تعرفوا اكثر واكثر. فكنتمنى ان هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه بزاف، وكذلك قولوا لي التجربة ديالكم مع هذا الموقع، واش ديجا خدمتوا فيه ولا لا، واش كتفكروا انكم تخدموا فيه ولا لا. فنشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم وبسلامه.